بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا في القرعه ديال امريكا ديال هذا العام، راه بدات في 2 في شهر 10 وغادي تسالي في 7 شهر 11. زربوا دغيا قبل ما يسالي. واحد القضيه اخرى راه مهمه، واحد الحاجه هي الصوره خصها تكون مضبوطه 600 على 600 بيكسل، ويكون الخلفيه ديالك بيضاء، ومن الاحسن تلبس شي تيشورت يكون كحل، الكول ديالو سامبل، حيد عليا دوك الالوان وداك القب والكولات بزاف، لا لبس شي حاجه سامبل. معلومه للشباب، اللحيه الا كانت كبيره نقصها الله يرضى عليك. البنات، الزيف الا خليتو الزيف حاولوا تبينوا الوجه ديالكم كامل، يعني الحجبان هاد البلاصات البيضين، يعني ما تخليوش الشال مدرك الحجبان ديالكم ولا راه غترفض لكم الصوره. خليو الشال ديالكم. بالنسبه للي بغى يخلي الشال ديالو يخلي الوجه ديالو كامل، الجبهه ديالو كذا. للشباب شي حسانه تكون متواضعه اكثر، داك التشاو كذا لا ممنوع. الخلفيه بيضاء، ما تكونش فيها داك الشيء ديال الخطوط ولا شي ثوب مكمش ولا شي حاجه، خلفيه بيضاء. كما قلنا شوفوا شي مصور اللي يتقن داك الصوره. واحد القضيه هي اللي مهمه بزاف، وهي المعلومات، وعندكم تغلطوا فيها، لان راه مهمه بزاف، واخا تجي فيك القرعه ويكون عندك خطا راك ما تمشيش. وواحد القضيه اخرى، اللي ما عندوش الباك بلا ما يصدع راسه ويخلي بلاصه لخوه، اللي عنده الباك يجرب الحظ ديالو، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحاب الباك يسالوا الزهر ديالهم ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع، وتحيه لكم.